اليوم عم نوزع كراسي متحركة لذوي الاحتياجات بحاجة لها الماسة لها الكراسي اللي مشلولين تماما. فئة الأعمار من 5 سنين للخمسة وخمسين سنة. هدفنا أنه نفيد هدول الفئة من الناس، هدفنا أنه يعني يحسوا شوي بفرح، يفوتوا يطلعوا مثلا يصير لهم دور. يعني شفتي أنت لذوي الاحتياجات كتير ما حدا بيهتم فيهم، يختلطوا بين الشعب. لسه لو في ناس تدعمنا أكتر نحن نأمل يدعمونا أكتر مشان يصير لهم دور أكبر. طاهي نحن دعمونا $5,000، جبنا 16 كرسي للكبار و35 لفئة الصغار بالعمر. ناس ذكور ما في عنا أنه حددنا فئة معينة، في حاجة دعم كتير لازم نسلط الضوء عليهم يعني ويندعموا. طيب أنه مثلا ندخلهم بالمجتمع أنه يحسوا حالهم مو منبوذين، أنه بيطلعوا بيفوتوا ما بيكونوا أنه خلص ببيوتهم مخبائين. مطالبنا منطالب المنظمات، منطالب أهل الخير، منطالب أي حدا يعني عنده استطاعة يدعمنا لأن إحنا نقدم لهم مساعدة لهالناس نفرحهم شوي ندخلهم بالمجتمع. لا وزعنا حاليا 3 كراسي لثلاث طفلات، يعني فرحتهم البنات يعني تشوفي أنت هاي الفرحة بتكفي، يعني كتير انبسطوا. يعني بحب أشكر الجهة اللي دعمتنا وبتمنى أنه يصير في دعم أكثر وفي تسليط ضوء أكثر لذوي الاحتياجات. حسب ما نقدر إن شاء الله. روحي معنا؟ ماشي. جابوا لي كرسي والله يعني للبنت المعاقة، والله يعطيكم ألف عافية وكتر خيلكم شو ساعدتونا. اسمها ماريا، من صغيرة يعني هي من صارت عمرها هلا 8 سنين. راحتنا كثير، كنا يعني بدنا نروح على المطرح ما نحصل نشيله هالكرسي هذا. شاد الله يوفقكم، شاد استفادينا منه شيء. نتمنى منكم يعني هيك تساعدونا لسه اكثر مثلنا وامتنا، يعني كثير ناس هيك يتمنوا. من ناحيه الادويه وما زلنا نجيب لنا دواء، حفوضات دواء نعطيهم دواء. علمه وادربه ان شاء الله يوم عن يوم تستفيد ان شاء الله يا ربي. وبناشد كل المنظمات على ان يعني بيساعدوا كل معاق يعني احتياجاتهم، بزوروهم كل فتره يشوفوا طلباتهم. مها محمود حمادي، عمره 11 سنة. والله كتير انبسطنا، يعني كتير يعني فرحان. حتى فقت اليوم الصبح بكير عم جهزت حالها بجن. ايه والله يعني كنا نعاني كتير والله، ناخدها مشي ونرجعها مشي يعني كتير كانت يعني والله. ايه من امبارح والله بروح انا لحالي، اروح على المحل واشتري واجي. ايه والله يعني والله بس فيها جروح يعني بجريها تقرحات والله. ايه عم بجيب لها والله الدواء هيك. ايه والله بنشكركم هيك والله يسلمكم على يعني ما بعرف شو بدي اقول لك والله انبسطنا يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. Thank you.